النهارده هقولك عن الميك اب المفروض تعمليه كأي انسانه طبيعيه رايحه فرح عادي. هتبدأي بده، ده كريم اساس. هنبدأ بقى نعمل ايه بقى، اهو اهو كتير بقى، وتهيصي هيصي هيصي عشان ايه الشغل اللي هتعمليه يبان طبعا، يعني مش هينفع. كتري كتري، كل ما تكتري اكتر يبان الصرف، تكتري يبان انك مكلفه في الفرح ومعجنه جامد. اهو 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 شوفي، تظبطي الاداء، اي حاجه باينه خبي ده. انا بصي هديكي النصيحه الفولاذيه وانت رايحه اي فرح، اهو اهو شفتي شفتي بيضتي وحلاوتي ازاي، تكتري كل ما تكتري كل ما البويه تثبت على وشك اللي لسه هتحطيها فوق. اهو حطي كمان حبه، مينفعش نبخل، ينفع. اهو اهو شوفي، لازم تروحي الفرح تجاملي صاحبتك وانت على سنجة 10، اهو اهو شوفي، تزودي وتهيئي، اهو شفتي شفتي كل العيوب اتدارت ازاي. بعد كده بقى انت عملتي خلاص، اهو هتحطي بقى تضربي فوق المعجون ده بالبداره بالبداره، كل ما تبيضي كل ما تحلوي وتجيبي عرسان من الفرح. شوفي ما ترتاحيش غير لما تشوفي البخار كده طالع من قلب البدار، اهو اهو ياه، لسه لسه عايزه وش كمان. اول ما تحسي نفسك انك مش باينه تعرفي انك انت خلاص كده ايه ظبطتي واتظبطتي. اهو 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 شوف بقى، في موضه بقى طالعه اسمها الكونتور، الكونتور ده هيشقلطك وهيخفي كل العيوب. هتجيبي الفرشه دي اللي هي دي 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 والكونتور اهو، انا هوريه لك برضه لو تفتكري ان انا ببخل عليك، اهو اسود كده. صغري بقى مناخيرك، اهم حاجه تصغري مناخيرك في الفرح. ليه بقى؟ عشان لو ربنا قدرك وقعتي في عريس امه ما تجيش تقول ايه ده دي مناخيرها كبيره، لا اهو اهو بتلاقي اسود اسود. وكتري برضه اي حاجه في كتري كتري، ما تبخليش على نفسك دي ليلى اهو. وتيجي بقى ايه اهو كأني خدتي بشرة من هنا، بشرة من اهو 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 شفتي؟ هتلاقي اسود من هنا واسود من هنا واسود من هنا كده، انتي بتصغري. تيجي بقى ايه بس بالنبي حارس وصاينه اللي يعني اللي بيبين اللي انتي صغرتيه، اللي هو ده اللي هو الكونسيلر. شوفي بقى هتجيبي بنفس الفرشة بس من على الوش التاني، وتبدأي ايه تمعجني وتبيضي بقى حوالين ده، تبيضي شوفي شوفي، تستخدمي اكتر زي ما قلتلك القاعدة، تزودي تكسبي. اهو اهو تيجي بقى من هنا تعملي ايه كانك قطه، اهو شوفي 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 شوف، فن فن، كانك بتعملي روحه فنيه. اوعي تصدقي بيقولك البساطه والكلام ده، مفيش الكلام ده مفيش. تيجي بقى فوق بقى ايه تعجني بقى، تسيحي بقى وتعجني تعجني، كل ما تعجني اكتر تكسبي اكتر. اهو 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 شوفي 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 شوفي. تيجي بقى للمهم، اهم حاجه في الموضوع ده، في ده قلم راح فين يا اختي؟ اهو هتجيب الفرشه دي اهي، الفرشه دي والبتاع ده بتاع ده اهو، ده اللي هترسمي بيه بقى حواجبك. شوفي شوفي شوفي، تزودي اكتر تكسبي اكتر اهو، زي ما بقول تزودي، هاي ما تحرميش نفسك والله ما تحرمي، اديها اديها وعبيها اهو اهو، تزودي اكثر فرصتك في الوسط. تعرضي الموضه في هذا الخريف الحاجب العريض، الموضه في هذا الخريف الحاجب العريض، كل اللي ما تعرضي كل اللي ما تفرحي اهو. واوعدك هتخش الفرح ما حدش هيعرفك، ولا ابو العروسه ولا ام العروسه ولا اي حد. شوفي اهو شو، لا 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 ده لازم يعرض شويه الموضه، يعني انا ابوظ الموضه اهو. شفتي حواجبك بقت جامده وحاجه عناية. نيجي بقى ايه تزرعي بقى فوق عينك لون ايه، انا هقول لك زرقي، كل ما تشوفي عينيكي من فوق كده زرقي اهو. هنجيب الفرشه دي وده اهو، سهله اهو، بتباع في اي متوفر لدى اي سوبر ماركت او حلاق. هتجيبي اهو وتدي تدي اهو، اضربي 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 ما يهمكيش، كل ما تزودي زي ما قلنا فرصتك في الفوز تكبر اهو. كتري بقى من الفرشه مليه اهو اهو اهو. وبصي ما تسمعيش كلام حد اللي بيقول لك والاناقه والبساطه، زي ما قلت في الاول كل ما تزودي هتبقي حلو اهو اهو،
واطلعي لفوق، لو عرفتي تعدي حواجبك عديها عادي، عديها اهو شفتي فوق عينك بقى زي الفوق ولا الكنافه. تعملي ايه بقى؟ نيجي بقى الخطوه المهمه، اللاينر. اللاينر ده اهم من العروسه. شوفي تبداي بقى منين، سيبك بقى من اللي بيقول لك وخط ويحدد العين والش، لا الجديد عندي بقى. شوفي تبداي من اول حبه هنا، من شفت حبه ده اهو، شفتي شفتي الرسمه بتيجي منين، وترسمي وتغرقي هياصي نفسك. هيا شوفي شفتي شفتي الخط فين، تبداي من فوق بقى، شفتي عينك بقى بقت لفوق كده حاجه عينك. شوفي من اول اهو اهو، هياصي حالك، هياصي هياصي، اهم حاجه اللاينر في الموضوع، اهم حاجه اهم حاجه. هيا اتبهدل مش مهم، موضه تعرضي اكتر تكسبي اكتر، زي ما بقولك اهو. شفتي شفتي حاجة بقى عامل ايه، حاجة اخر فول. بعد كده بقى هجيب اللميع، اللميع اهم حاجة، لميع شجي بقى باللميع اهو 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 ابر اهو اهو، تدهني يا بنت ما تبخلي، هتبخلي على نفسك هتطلعي وحشة في الفرح، ما تبخليش. نيجي بقى اهم نقطة، اهم نقطة الروج. بصي شايفة ده، ده روج مات، كتري كتري على قد ما تقدري كتري اهي اهي. تحديد بقى، تحديد ده بقى ايه هو اللي بيظبط اهي، طبعا مدة هذا الخريف هي الكبيرة اهو، تحددت كده الغلاف الخارجي، خش بقى على الغلاف الداخلي اهو اها، مش اي روج هو الاحمر اها. شوفي استاذه زكيه زكريا كان عندها وجهه نظر في الموضوع ده، هي اول واحده كسرت هذا اللوك اها. شفتي نيجي بقى لايه، بهدل من تحت مش مهم، في الفرشه اللي بتداري المعجون اهو اهو، مش مهم مش مهم مفيش حاجه. تيجي بقى للرجاجو، تكتري من الرجاجو، كل ما خطوطك تحمر كل ما تكسبي معانا اكتر اهو اهو اهو. شوفي هيا خلصي العلبه كلها، ما تستخسريش في نفسك اهو، ورنشي ورنشي، حطي في مناخيرك، كتري 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 كتري. لقيتي الرموش في طريقك ركبيها، تعمل لك شغل في الفرح مش مشكله اهو اهو، كتري اكتر تكسبي اكتر اهو. شوفي شوفي اشتغلي ظبطي نفسك. تيجي بقى للمسه الاخيره اللي هي اهم حاجه بقى في الموضوع، بعد كل الشغل ده والنقشه دي هتعملي ايه بقى؟ هتيجي بالطرحه دي، دي بقى تعمل شغل في الفرح اهي، بس لازم تبقى معدوله اهي، بعد ما تعملي كل ده اهو يلا كده تنزلي من البيت وتروحي على فرح الصباح زي الفل زي الفل، وكل يعجب بيكي وتنبسطي في الفرح. شوف عارفه لو مشيتي من غير اللوك ده انسي ان حد هيعبر. يلا باي باي.